فلسطين للتنوع الحي والاستدامة ليس فقط متحف، هناك متاحف طبعا، في أن متحف للتراث الطبيعي اللي هم حيوانات ونباتات وأمور أخرى، عندنا متحف كمان للتراث الحضاري. أكثر من 370 نوع نبات في حديقتنا، من أكثر المناطق اللي فيها تنوع نباتي في منطقة بيت لحم أو محافظة بيت لحم، بما فيها أنواع نادرة من النباتات مثل نجمة بيت لحم، مثل الشحلوبيات وغيرها. بلاس قناة فلسطين الرقمية.